ومن اكبر مفاجآت العيد السنه دي هي عوده النجمه المعتزله اللي عادت لينا بشكل جديد خالص في الجزء الثاني من فيلم حواجيد الساحل. نجمتنا النهارده هي الفنانه شهد. شهد منورانا وكل سنه وانتي طيبه. ميرسي يا حبيبتي، كل سنه وانتي طيبه، وكل سنه والجمهور الكريم بخير وسعاده، ويا رب السنه دي تبقى سنه حب وفرح وبهجه على الامه الاسلاميه كلها. كل سنه وانتي طيبه. وانتي طيبه يا شهد. شهد اكيد كل الناس والمشاهدين عايزين يعرفوا شهد عادت ازاي العوده الجميله دي. هو انا الحقيقه مش هقدر يعني احكي عن الدور، لان مش عايزه احرق التفاصيل بتاعته، لان دور مختلف جدا وكبير عليا. انا ما عملتش الدور ده يعني قبل كده، صح عملت الجزء الاولاني، بس في الجزء الثاني تقدري تقولي يعني انا ذاكرت تفاصيل كتير، لانه تعرفي انا برضه اتفرج على افلام اجنبي كتير، خصوصا افلام نجم وشهد ورب السنه، فعارفه كتير قوي بتشدني بيها، فاخدت منها تفاصيل كتير قوي فتفرج على الدور. وان شاء الله يعني الدور يعجب كل المشاهدين ويحب على اعجابهم ورضاهم ان شاء الله. طب يا ترى شفتي ايه؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير؟ أخبار القضية إيه؟ أنا مش متابع. دعم أخويا؟ قلت إيه؟ مش أنت اللي متابع مع المحامي خالد؟ هو حصل إيه في الدنيا؟ ايه اللي حصل عشان تهتم كده مرة واحدة؟ مش انت برضو اللي حاطط ايدك دايما في المية الباردة وعامل لي فيها من بنها كأنها ملايين امي؟ ممكن تبطل الطريقة دي وتتكلم معايا بجد شوية؟ مفيش جديد، والجلسة بعد بكرة وهيتحكم فيها، ولحد دلوقتي انت واخواتك مشاريع مليونيرات، لكن بعد بكرة هتفضلوا شحاتين زي ما انتوا. طب وبعدين؟ هلا قبلين اخويا، مش انت برضو اللي بعضمة لسانك كنت دايما تقولي اطلع منها يا حاج خالد، مالكش دعوة بينا يا حاج خالد، ابعد عن امي يا حاج خالد. اديني اخويا خلعت خالص. ولو كنت سبتك بقى كنت هتعمل ايه؟ لا كنت هعمل، بس مش لوحدي، كنتوا كمان لازم تبقوا معايا ايديكوا على ايديا. بس اقول لك حاجه ابو كمال، اللي فات مات والمسامح كريم، حطوا ايديكوا في ايديا نقف جنب بعض. انا كنت لسه مصلي ومتوضي وقاعد بدعي بقول يا رب معقول الناس الطيبين دول يسيبوا حقهم كده روح بالسهل، لقيتك بتخبط. اسمعني كويس يا اخويا، احنا لازم نبقى مع بعضينا ونجتمع تاني، ولازم كلنا نروح للحجة ونقف كلنا مع بعض قصادها على كلمة واحدة. انا اقصد يعني نقنعها بأي طريقة بالعقل. اسمعني كويس يا ابو كمال، لازم تكلم اخواتك ونروح للحجة النهاردة الليلة يا كمال، مش بكرة بس بعد صلاة التراويح. أنا عارفة إن إخواتي كلهم في كرب وعايزة أدعيلهم، يمكن ربنا يستجيب يا بنتي. على فكرة أنا محوشة كده مبلغ صغير، يعني مش كتير قوي، إديه لداليا وكأنه منك أنتي، أنا مش عايزة أحرجها، إديهولها وربنا يتوب عليها بقى من العيشة اللي هي عايشاها دي يا بنتي، ربنا يفوقها لنفسها. كمال كمان عايزة أدعيله، بقى متنتش في الناحيتين، نفسي ربنا يهديه ويعدل بين دي وبين دي ويكفيه شرهم ويأكله خيرهم. نفسي كمان حنان، نفسي حنان ربنا يديها عيل سليم سليم عشان يعوضها عن الواد اللي مات. نفسي كمان أخوك يا عمر اللي كان ضحكة ما بتفارقوش، نفسي يرجع يضحك تاني
نفسي يرجع سعيد ومبسوط. يا رب رد له مراته أم عياله يا رب. نفسي كلهم يبقوا بخير كلهم. مش عايزة أنسى حد وأنت بقى ساعتها هتفكريني. يوسف ده يوسف ده ليه دعاء تاني. وأنت كمان يا حبيبتي أنت يا ونستي يا بنت عمري بدعيلك من كل قلبي. نفسي أشيلك حيل، نفسي تفرحي بيه، نفسي يطلع بر بيكي زي ما انتي بره بيا، نفسي يخلي باله منك ويبقى لك أهل وسند وأوكاس تتعكزي عليه في كبرك. والنبي يا ماما ده كله سلف ودين، سلف ودين والله سلف ودين. وربنا مش هيضيع عليكي أبدا تعبك معايا، أنا عارفة. مش عايزة حاجة، أنا الضحكة بس اللي بتضحكيها قدامي كده من الدنيا وما فيها، وحق جلال الله أنا كفاية عليا بس كده أوطي على رجلك أبوسها. أنت حبيبتي، أنت حبيبتي، وعارفة إن أنت هتكسبي دنيا وآخرة. النبي يا ماما راضية عني؟ أوي، وهتكسبي بالحلال. طب احلفي، احلفي يا ماما. راضية عني؟ راضية عنك والله. أنت عارفة يا ماما كل شوية أقعد أقول كده إيه؟ أنا خايفة، أنا مرعوبة، قلبي يقول لي ليه يا منيرة؟ هقول لها عشان أكون عملت حاجة زعلتها. يا بنت أنت عمرك ما عملتي حاجة غلط، عمرك. بس ربنا يوقف لك ولاد الحلال يا رب اللي قدروا طيبتك. أنت حبيبتي بس. أنت بجد حبيبتي. تعالي. إيه الحب ده كله؟ ايه مش هينوبني من الحب جانب ولا ايه؟ لا ينوبك وينوبك حبه كبيره كمان. قول لي بقى، هو انت رايح تغني الغنوه بتاعتك بالهدوم دي؟ مش قلت انها هتذاع في التلفزيون؟ لا يا حبيبتي ما تقلقيش، انا واخد معايا لبس تاني، وبعدين ما تقلقيش دي غنوه كده على الضيق يعني هصورها انا واصحابي في الشارع. ادعي لي بس انها تتصور كويس. ربنا يكتب لك في كل خطوه سلامه والتوفيق كله حبيبي. يا بختك يا عم، يا بختك الجنه كلها تدعي لك. دعوتي في الفجر يا أمّا تسلمي لي في كل ضمّا. يلا يا موني. حاضر. تسلمي العين اللي حبت، تسلمي الإيد اللي ربت، تسلمي الإيد اللي ربت، يسلم القلب اللي سمى. الله خليك ليه. ما شاء الله. اسمع بقى، اوعى تنسى تعرف هي هتتذاع امتى علشان تقول لي، انا هستناها من دلوقتي. يا حبيبتي حاضر، انا هجيبها لك هنا وتتفرج عليها بنفسك. خلاص يلا، خلي بالكم من نفسكم. عاوزه حاجه؟ سلام. باي يا حبيبتي. ولا يا يوسف، هم عمالين يقولوا الغنى حرام الغنى حرام. الغنى حلوة، هو بيقول كلام حلو، اتعلم الناس حاجات حلوه مش كده؟ الله عليك يا حاجه موني. خلي بالكم من نفسكم. سلام يا حبيبي. مع السلامه. مع السلامه. سلام يا موني. أنا هبقى أعمل له باي باي في التلفزيون، هو ممكن يشوفني. تيجي أعمل لك رجلك؟ تعالي تعالي تعالي، اديني رجلك يا ماما. هاتي 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 رجلك. ودي هاتي يا حبيبي قلبي. هاتي يا ماما، هاتي يا ماما، أعمل لك رجلك. إيه ماما بتغيري؟ الله. تسلم إيديكي.